الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نبارك للأمة الإسلامية جميعا ولمقام صاحب العصر والزمان ذكرى ولادة الإمام السادس من أئمة المسلمين الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه آلاف التحية والسلام. سادة المشاهدين، لذا نرحب في هذه الحلقة والتي يكون فيها المحور حول شخصية الإمام الصادق عليه السلام، وضمن برنامج جديد أحيو أمرنا نرحب بضيف هذه الحلقة سماحة السيد جاسم الناجي، فحياكم الله وحيا سماحة السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وأهلا وسهلا. سادتي المشاهدين، برنامج أحيو أمرنا سنتوقف فيه إن شاء الله في هذه الحلقة عند الإمام الصادق سلام الله عليه. يا ترى كيف انطوت هذه الشخصية وعلى أي شيء احتوت؟ نتعرف على الإمام الصادق عليه السلام من خلال أخلاقه ومن خلال مدرسته الكبيرة التي أسسها في زمانه وفي خلال إمامته. نتعرف على شخصية الإمام الصادق عليه السلام من خلال تعامله مع حكام عصره، لا سيما المنصور الدوانيقي. نتعرف على الإمام الصادق عليه السلام من خلال الشيعة الذين كانوا هم أقرب الناس إليه. كذلك هناك مسائل أنه، وكما تعلمون أن الإمام الصادق سلام الله عليه عاش فترتين أو حقبتين من الزمن بين الدولة الأموية والدولة العباسية. هذه الحقبة كيف تعامل معها الإمام الصادق سلام الله عليه؟ هذا بالإضافة إلى بعض النكات وبعض المحاور التي تخص حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، سنتعرف عليها بعد أن نأخذ هذه الوقفة القصيرة. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين، أحييكم من جديد كما أحيي ضيفي هنا سماحة السيد جاسم الناجي، حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدنا. سماحة السيد، هذه الأيام أي ولادة التي تصادف ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام، لنتعرف على الإمام الصادق من خلال ولادته، من خلال نشأته، كيف ما هي الظروف التي أحاطت بهذه الولادة المباركة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدءاً نسأل الله جل وعلا أن يسعد أيامنا وأيامكم وأيام المؤمنين جميعاً بهذه المناسبة العطرة التي اجتمعت فيها في حقيقة الأمر الواقع مناسبتان عزيزتان. المناسبة الأولى هي ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وولادة حفيده ومجدد شريعته ورافع أعلام نهضته إمامنا الإمام الصادق سلام الله عليه، جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهم أجمعين. الحديث عن الإمام الصادق حديث طويل عريض، ولكن نحاول أن نقتصر به على المحاور التي ذكرتموها. ولادة الإمام الصادق في 17 من شهر ربيع الأول في سنة 83، وعلى رواية أخرى في سنة 80. ووفاته سلام الله عليه كانت في سنة 148 للهجرة النبوية المباركة، في 25 من شهر شوال أو من شهر رجب، على الاختلاف بين الروايات. فيكون عمر الإمام سلام الله عليه ما بين 65 على الرواية الأولى والثامنة والستين على الرواية الثانية، وربما الإمام الوحيد الذي عاش هذه الفترة، هو تقريبا أطول الأئمة عمر سلام الله عليه، حيث أن عمر تجاوز 65 سنة. كانت ولادة الإمام سلام الله عليه في يوم الجمعة أو في يوم الاثنين، على رواية أخرى أمه فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وهذه المرأة معروفة بالصلاح، وكما يعبر إمامنا الصادق سلام الله عليه أنها آمنت
واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين. عظيم. هكذا يعبر عنها. نعم. ولدها الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان أبوها وجدها معروفين بانتمائهم إلى مدرسة علي سلام الله عليهم. نعم. ومواقفهم مشهودة، وتأريخهم أيضا معروف بالتساق القاسم ابن محمد بالإمام زين العابدين. نعم. سلام الله عليه كما هو معروف. هذه المرأة لها قيمة ولها أهمية كبيرة في حقيقة الأمر والواقع. يقال أن اسمها فاطمة وتكنى. نعم. بأمي فروة. نعم. ومما ينقل من لطيف ما ينقل عنها كما نقل الشيخ الكليني على الله مقامه في الكافي الشريف. نعم. أنها كانت تطوف في يوم من الأيام حول البيت. نعم. فاستلمت الحجر الأسود بيدها اليسرى، وكان هناك أحد الذين يدعون العلم قال لها يا جارية لقد أخطأت السنة. كانت يعني أنه يريد أن تمسك الحجر باليمين، منها أن تتناول الحجر. نعم. باليد اليمنى. نعم. وكانت متنكرة ما كان يعرفوها، فالتفتت إليه وقالت له إنا لا حاجة لنا بعلمك. لا حاجة لنا بعلمك. نعم. على كل هذه المرأة لها أهميتها ولها قيمتها، وهي أم الإمام الصادق سلام الله عليه. أما أبوه فأعرف وهو محمد الباقر الذي بقر العلم بقرة. نعم. كما تنص الرواية، وهو الذي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر أنك ستدرك ولدي اسمه اسمي، فإذا أدركت فبلغه سلامي. سلام يأتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الإمام مع أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه إلى سنة 114، حيث استشهد الإمام الباقر مسموما في أيام هشام ابن عبد الملك. نعم. وبعد ذلك استقل بالإمامة 34 سنة. نعم. وهذا في حقيقة الأمر ليس بالشيء القليل، يعني فترة الإمام هم ربما تكون أطول فترة. 31 سنة عاش مع أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه. نعم. و19 سنة عاش مع جده الإمام زين العابدين سلام الله عليه. نعم. وبعد ذلك استقل بالإمامة مدة 34 سنة، وهذه مدة طويلة، خصوصا. نعم. إذا لاحظنا الظروف التي عاشها الإمام الصادق سلام الله عليه، تلك الظروف المؤاتية التي استطاع أن يستثمرها استثمارا تاما كاملا. نعم. بحيث أنشأ تلك المدرسة العظيمة العريقة التي ننتمي إليها نحن إن شاء الله. أحسنت. سمع السيد، بصراحة وإن كان ربما بعض الأشياء أو بعض القضايا خارجة عن الموضوع، نقول هل الإمام تبدأ إمامته بعد وفاة أبيه الإمام الذي سبق أم لا؟ نقول أنه كان إماما حتى في عهد أبيه، يعني استطاعت أن يمارس دوره كإمام. نعم. على وفق عقيدة الشيعة الإمام إمام. نعم. لكن دوره لا يستطيع أن يمارسه بوجود الإمام السابق. لذا يبدأ يعني منذ رحيله. يبدأ. نعم. بعد رحيل الإمام السابق، يعني بعد أن يمضي الأول يأتي دور الثاني. نعم. أما أنه إمام هو إمام من في أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أمر ثابت، وكما هو معروف في حديث اللوح. نعم. الذي دخل جابر بن عبد الله الأنصاري على الزهراء سلام الله عليها، هذا الحديث المعروف الذي نقله أصحاب الكتب الأربعة. نعم. نقله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ونقله الشيخ الكليني رحمة الله عليه، ونقله الشيخ الصدوق كذلك، عندما يدخل جابر على الزهراء سلام الله عليها ويجد في يدها ذلك اللوح الذي فيه أسماء الأئمة سلام الله عليهم. نعم. وهذا اللوح عن الله جل وعلا جاء به جبرائيل إلى الزهراء يبشرها بأن الأئمة في أولادها. عندما يصل إلى الإمام جعفر الصادق في ذلك اللوح، ماذا يقول سبحانه وتعالى في ذلك الحديث القدسي؟ نعم. حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر. جعفر سلام الله عليه. هو إمام منذ البدء، منذ البدء قبل الولادة. نعم. في علم الله سبحانه وهو يعلم بهذا الأمر، مما لا شك فيه أنه يعلم بهذا الأمر، لأن. نعم. أسماءهم موجودة ومحددة ومعينة، لا يأتيها الشك ولا يأتيها الباطل. كل ما في الأمر أنه لا يستطيع أن يؤدي مهامه مع وجود الإمام الذي يسبقه، وعندما. نعم. تنتهي مهام الإمام الأول بانتقاله إلى جواري بارئه، تبدأ في حقيقة الأمر والواقع
تبدأ إمامتها أو الدورة التي هو سيقوم بقيادتها. أحسنتم. سمعت السيد المعروف أن الإمام الصادق عليه السلام عاش فترتين، الفترة الأولى في الدولة الأموية التي انتهت سنة 132، ثم بدأ دور الدولة العباسية التي ذكرتم سمعت السيد أنه استشهد سنة 148. هذه الفترة بصراحة صراع بين دولتين، الأولى كانت قائمة على السيف، الثانية قامت في الثري في طلب الثري لآل محمد كما أعلن هذا الشعار. كيف تعامل الإمام الصادق سلام الله عليه ضمن الظروف السياسية، الظروف الاجتماعية، الظروف المحيطة آنذاك، وكيف استطاع أن يوصل ما أراد أن يوصله؟ في حقيقة الأمر الواقع أن الظرف كان له قيمته، والظرف هو الذي يحدد المهمة التي يقوم بها القائد كما هو معروف. الظروف الموضوعية هي التي تملي على الإمام دوره، فمثلا الظروف هي التي أملت على الإمام الحسين سلام الله عليه أن ينهض بالسيف، نعم، والظروف هي التي أملت على الإمام الحسن سلام الله عليه أن يصالح وأن، نعم، يظهر جوده وأن يظهر كرمه، نعم، وهكذا بالنسبة للأئمة الآخرين سلام الله عليهم. عندما نأتي إلى الإمام الصادق كانت الظروف مؤاتية لأن تبدأ مدرسة أهل البيت بالانطلاق، نعم. أنت تعرف قبل مدرسة أهل البيت، قبل الإمام الصادق أو قبل الإمام الباقر، باعتبار أن الإمام الباقر هو الذي بدأ بهذه المدرسة واستطاع أن يجتذب روحي له الفداء، نعم، مجموعة من الطلبة ومن مختلف المدن ومن مختلف الأمصار، نعم. هؤلاء الطلبة بعد أن استجذبهم الإمام واستطاع أن يجذبهم سلمهم لولده الإمام الصادق سلام الله عليه، نعم. الإمام استثمر هذه الظروف التي وقعت ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية. الدولة الأموية في الفترة الأولى من إمامة الإمام الصادق كانت تعيش حالة من الاستقرار، نعم، على عهد هشام بن عبد الملك، نعم، إلا ثورة زيد الشهيد رضوان الله عليه، نعم، ومن بعده ثورة يحيى ولده يحيى، نعم، هذه الثورة التي راعى ضحيتها في حقيقة الأمر زيد الشهيد في الكوفة ويحيى في بلاد الجوزجان، نعم، وكان الأثر بليغ على الإمام سلام الله عليه، سلام. لا نريد أن نتطرق لذلك، ولكن الفترة فيها نوع من الهدوء وفيها نوع من الاستقرار، نعم، ولذلك أخذ المروانيون في تلك الفترة يعطون شيء من الحرية للإمام سلام الله عليه، ولذلك تحرك الإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق سلام كونه لم يدخل في هذه الصراعات التي نشأت آنذاك، لأن بصراحة الحركة العلوية ربما أنه تجلب حتى يعني أنظار الحاكم. نوضح إن شاء الله لماذا الإمام لم يدخل، نعم، ونعطي السبب الرئيس لذلك، نعم. على كل، فالإمام لم يتدخل في هذه الأمور في حقيقة في ذلك الزمن، نعم. وبعد ذلك بعد أن مضى هشام ابن الحك ابن عبد الملك، نعم، جاء بعده الصبي كما هو، نعم، معروف الوليد يزيد، نعم، والوليد، نعم، وإبراهيم ومروان، الذين حكموا والذي، نعم، انتهت بهم الدولة الأموية. كانت هذه الفترة التي امتدت ما يقارب العشر سنين أو أقل، نعم، من ذلك، فترة فيها نوع من التناوش العسكري، نعم، والخلاف في البيت الأموي كذلك، نعم، مع الصراعات بين الأبناء، حركة الثورة العباسية التي انطلقت من خراسان، نعم، وتوجهت بعد ذلك إلى العراق وصولا إلى الشام وإلى القضاء على الدولة الأموية في حينه. هذه الفترة كان هناك من يريد أن يحكم، نعم، وهناك من يريد أن يدافع عن حكمه وأن يثبت، نعم، حكمه، فانشغل هذا بهذا. الإمام، نعم، بماذا اشتغل الصادق سلام الله عليه؟ اشتغل بنشر علوم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففتح تلك الجامعة. يعني كانت الفترة مؤاتية، يعني أنه من باب لا شك في فترة في غاية الأهمية، نعم، فترة مؤاتية لأن يفتح الإمام أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل من ذلك المسجد الشريف جامعة يعلم فيها الناس ويبين فيها الأحكام ويبين فيها تفسير القرآن ويبين فيها الأخلاق ويبين، نعم، فيها الفقه ويبين فيها إذا حتى العلوم نقول الطبيعية والعلوم، نعم، البدنية. كان الإمام يعطي دروسا فيها علوم الهيئة، علم النجوم، وهكذا كان الإمام عبارة عن موسوعة في جميع العلوم، فكان كل من يريد علم ينتهل من نميره الصافي ويأخذ من علمه سلام الله عليه. أحسنت السماع السيد، ممكن نأخذ فاصل ونكمل الحديث. سادتي المشاهدين، وقفة قصيرة نعود بعدها لمتابعة هذه المحاور التي تطرقنا إليها والتي تخص الإمام الصادق سلام الله عليه، ابقوا معنا.
عليكم سادتي المشاهدين. سمحت السيد، ذكرتم أن الإمام الصادق سلام الله عليه أتيحت له الفرصة، فلا نقول أسس المدرسة وإنما نقول وسع مدرسة أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه، وإن عرفت المدرسة بمدرسة الإمام جعفر الصادق. توسعت في بداية لما ثبت أو أثبت الإمام سلام الله عليه قواعد هذه المدرسة وأرسى جميع هذه القواعد، بدأ التحرك العباسي. إيش يعني؟ بعدما انتهى السفاح جاء دور المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي ربما يعتبر من أعتى حكام بني العباس في عهد الإمام الصادق عليه السلام. كيف تعامل الإمام الصادق مع هذا الأخير؟ الإمام الصادق سلام الله عليه في البدء كان العباسيون موقفهم موقف إيجابي اتجاه العلويين، باعتبار أن الثورة ثورة بني هاشم، وإلى الآن هؤلاء لم يفرغوا من بني أمية ولم يروا في بني هاشم المنافس لهم، ولذلك أتاحوا الفرصة في المدينة على وجه الخصوص، بل عندنا بعض الروايات أنهم أتوا بالإمام الصادق سلام الله عليه من المدينة إلى الحيرة، وأقام في الحيرة سنتين، وظهر منه الكثير من العلوم في تلك الفترة، وكان يمضي لزيارة قبر جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، فظهرت هذه الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين سلام الله، ويمضي لزيارة جده الإمام الحسين سلام الله عليه، إضافة إلى أعطائه الدروس العلمية في تلك الفترة، حتى أن الحسن ابن علي الوشاء الذي هو من أصحاب الإمام الرضا الذي جاء بعد الإمام الصادق بأكثر من 30 سنة، يقول أدركت في هذا المسجد، مسجد الكوفة، 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. أحسنت، ولا يعني عدد كبير جدا. البداية بداية طبيعية، إلى أن مات السفاح البداية كانت طبيعية، لكن بعد ذلك أبو جعفر المنصور لم يكن شروره مقتصرا على العلويين فقط، بل أن أبا جعفر المنصور قتل حتى عمه عبد الله بن علي، صالح بن علي، عبد الله بن علي كذلك، عبد الله بن علي الذي هدم عليه السجن، قتل مجموعة من العباسيين الذين كانوا وخصوصا من أعمامه من أبناء عمومته، فهناك خطر كبير يمثله الهاشميون ويمثله الحسنيون في حقيقة الأمر والواقع. فباعتبار أن أبا جعفر المنصور في رقبته بيعة، بيعة لمحمد نفسه، لمحمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط سلام الله عليه، بايعه في الأبواء، يعني على أنه كان الإمام الصادق حاضرا كما هو معروف، وأراد أن يتخلص من هذه القضية، وفعلا استطاع هذا الرجل أن يقتل محمد، وبعد ذلك يقتل إبراهيم. ويقود آل الحسن بقضهم وقضيضهم ويسجنهم في الهاشمية المنطقة المعروفة في الحلة، وبعد ذلك بعد مدة طويلة أمر بأن يهدم السجن عليهم. يعني هذا وفاء لأبناء عمومته الذين بصراحة ما قامت الدولة العباسية إلا باسمهم يعني. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ يهدد الإمام الصادق بين الحين والآخر، وسلط داود ابن علي على مولى الإمام الصادق المعلى ابن خنيس. المعلى ابن خنيس مولى للإمام الصادق سلام الله عليه، وكان من المقربين للإمام الصادق، وكان وكيل الإمام الصادق في البيع والشراء والتجارة وإدارة الأمور المالية التي كان الإمام يحتاج إليها سلام الله عليه. أخذه داود بن علي وأمر بقتله، فقتله صاحب الشرطة في ذلك الوقت، وجاء الإمام وطالب بدمه وقال لو قتلت مولاي وأخذت أموالي والله لن أرضى منك إلا بالقصاص كما تقول الرواية. وفعلا عندنا بعض الروايات تقول أن الإمام الصادق قتل قاتل المعلى بيده اقتصاصا ولا بيدي. يعني هي أحد الأساليب التي كان يستخدمها المنصور. ومضى إلى بيته الإمام الصادق ودعا بدعاء طويل، ما طلع الفجر على داود ابن علي، ما طلع الفجر حتى علت الصيحة من بيت داود أن داود مات، وكانت هذه من كرامات ومن معاجز الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا بدأ الضغط في المدينة ولم يكتفي بذلك، بل كان عندما يأتي إلى الحاج وعندما يأتي إلى المدينة للزيارة كان يستدعي الإمام أكثر من مرة مهددا للإمام سلام الله عليه. الحال سمح السيد الإمام الصادق لم يدخل في المعترك السياسي، مع ذلك كان يخاف منه، يقول قتلت من آل علي كذا وكذا وبقى سيدهم، والله لا تهدأ لي نفس حتى أقتله. إلى هذا الحد يعني أنه إذا كان في رقبته بيعة لمحمد ذي النفس الزكية وأراد أن ينقض هذه البيعة بقتله لمحمد، أما الإمام الصادق لم يكن يدخل حتى في هذه، كان يعرف أن الناس يميلون إلى الإمام سلام الله عليه،
الناس يميلون إلى الإمام الصادق ويعرفون من هو الإمام الصادق روحي له الفداء. هذا معرفته بميل الناس إلى الإمام الصادق وبقيمة الإمام الصادق. بل هناك اتفاق كما هو معروف بين من عاصر الإمام من الشيعة ومن غير الشيعة. أبو حنيفة على سبيل المثال، أبو حنيفة عندما يسأل عن أعلم الناس يقول جعفر ابن محمد الصادق بدون منازع. وعندما تأتي إليه أمرأة يقول له إني نذرت لإمام المسلمين، أبو حنيفة ماذا يقول؟ سلميه لجعفر ابن محمد الصادق. إذا كانت حتى أئمة المذاهب كانوا مقتنعين. نعم أبو حنيفة من تلاميذ الإمام، سفيان الثوري من تلاميذ الإمام، مالك ابن أنس من تلاميذ الإمام، كلهم هؤلاء تزودوا من نمير الإمام سلام الله عليه، كانوا يعرفون الإمام معرفة حقيقية وينتمون إلى مدرستي. قلت لك أبو حنيفة هكذا يقول، إذا جاءته أمرأة قالت له إنني نذر وهذا النذر لإمام المسلمين، قال لها سلمي لجعفر ابن محمد الصادق. إذن هناك حالة من التمكن من نفوس الناس عند الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا التمكن من نفوس الناس لم يأتي اعتباطا، نتيجة لعمل، نتيجة لموقف، نتيجة لصلاة، نتيجة لصيام، نتيجة لعلم، جد وجهد وتعب. هذا الجهد الذي استثمره الإمام الصادق سلام الله عليه، جهد آبائه السابقين، جهد الإمام الباقر، جهد الإمام زين العابدين، هذه دماء الحسين، هذه عدالة علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمما لا شك فيه أن الناس يميلون إلى هذا البيت وينجذبون إليه، فهذا ما لا يرق للمنصور عباس. والإمام استطاع أن يستثمر تلك الفترة وأن يظهر بكل كيانه وبكل وجوده، فالناس كانوا يعرفونه ويميلون إليه. ولذلك عندنا بعض الروايات التاريخية تقول أن أبا جعفر المنصور لم يكتفي بمجيئه إلى المدينة ومكة ويستدعي الإمام ويحقق مع الإمام ويحاول قتله، وكان ينهى وزيره الربيع، لم يكتفي بذلك، بل أنه استدعى الإمام إلى العراق هناك في أيام حكومته. نعم في أيام حكومته، باعتبار أن الإمام الصادق عاشر من حكومة أبي جعفر المنصور 10 سنين. نعم ليس بالقليل. نعم أحسن. 10 سنين في غاية يعني الألم والحصار الذي كان يعيشه الإمام، خصوصا بعد سنة 140-145 التي يعني بعد قتل أبي عبد الله ذو النفس الزكية. نعم. فاستدعي الإمام أكثر من مرة إلى العراق، بعض الروايات تقول أنه ما يقارب 8 مرات، أنه مجرد أنه مضايقة الإمام سلام الله عليه، خلال 10 سنين 8 مرات يستدعى الإمام إلى العراق. وأنت تصور هذه الحالة وهو رجل يعني كبير. إذا هناك معاناة، هناك معاناة، رجل معلوم. كبير تجاوز عمره 55 سنة، 10 سنين يعني عمر الإمام عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة. نعم. وتولى أمور الناس بعد أن مات أبو العباس السفاح. نعم. سنة 55 سنة، يعني هذه 10 سنين الأخيرة رجل كبير. نعم. وذلك السفر الطويل يؤتى بالإمام بالسنة مرة، شيء ليس بالقليل هذا، ويهدده ثم يأمر بإرجاعه مرة أخرى، حالة من الألم عاشها الإمام سلام الله عليه. إحدى المرات يستدعيه. نعم. لما لا تغشانا يقول له. نعم هذه الاستدعاء من الإمام، يعني يريد الإمام سلام يريد من الإمام أن يأتيه كما يأتيه البعض، يعني الذين يتقربون ويتزلفون إليه، أراد من الناس أن يتقربوا إليه لأجل أن يتولوا في دولته القضاء أو ما شابه ذلك. نعم. مثلا هو سجن أبا حنيفة أبو جعفر المنصور، لماذا؟ ومات في السجن لأنه أبى أن يتولى القضاء في زمان أبو حنيفة. نعم. ومات أبو حنيفة في سجن أبي جعفر المنصور، يعني من المفارقات. ولكن سمع السيد أنه نعرف أن المنصور الدوانقي هيئ بعض الجلسات، حلقات المناظرات بين أبي حنيفة وبين أبي المنصور قبل ذلك، قبل أن يسجنه. نعم. هذا سنذكره إن شاء الله. نعم. استدعى الإمام سلام الله عليه، لما لا تخشانا؟ الإمام ماذا أجابه سلام الله عليه؟ لا أنت في نعمة فنهنيك، أنت ليس في نعمة. نعم. حتى نهنيك، ولا نحن في حاجة لك. حاجة لك. نعم. إذن الإمام سلام الله عليه كان لا يريد أن يتقرب إليه، لكن هذا كان يفرض على الإمام القرب حتى يستفيد من ماذا؟ من الذين ينتمون إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ليس حبا بالإمام الصادق، يلوم يجمع هذه الأقطاب حوله حتى يوحي للناس انظروا أن علماء الإسلام، علماء المسلمين جميعا هم معي. فإذن بهذه الحالة عاش الإمام مع أبي جعفر المنصور، حتى في إحدى المرات الإمام التفت إليه قال له لا تتعب نفسك. نعم. فإني قريب ما أفارقك. يقال فخاف أبو جعفر
يعني كان يتصور أن الإمام كان يتصور هو الذي سوف يموت. نعم. فتبعه أرسل وراءه شخص. كيف قال أن رحيلي إلى دار آخرة قريب ويبقى أبو جعفر المنصور في ملكه. كان سمح السيد كان المنصور يسأل الإمام الصادق عليه السلام أسئلة كثيرة، من ضمنها كان يسأله مثلا لماذا خلق الله الذباب وهذا، ماذا يريد منها هذه الأسئلة؟ يعني يريد أن يختبر الإمام، يريد أن يصل إلى حقيقة ربما هو يسأل. هذه إحدى المرات التي استدعى بها أبو جعفر المنصور الإمام الصادق سلام سلام الله عليه. نعم. وأتى به أيضا من المدينة المنورة من مدينة جدي رسول الله إلى العراق. نعم. وظهر كانت هناك ذبابة تؤذي أبا جعفر المنصور ملكه وضعيته وخدم. نعم. وحشم إلى آخره. فسأل الإمام سلام الله عليه لما خلق الله الذباب؟ الإمام أجاب بذلك الجواب المسكت المفهم، قال له يذل به الجبابرة. الجبابرة بالتالي إذن أفهم يذل به الجبابرة، يعني يريد أن يقول له أنت جبار. فسكت ولم ينبس ببنت شفا كما تقول الرواية، وأذن الإمام بالانصراف. إذن سمعت السيد، إذن حياة الإمام سلام الله عليه مع المنصور الدوانيقي كانت حياة أنه معاناة، وكانت أنه رحيل إلى من المدينة إلى بغداد، ومن بغداد إلى المدينة، وهكذا هذه الفترة تستطيع أن نقول. سمعت السيد دور الإمام الصادق سلام الله عليه بعد ثورة محمد ذي النفس الزكية، أنه قتل أبناء الحسن أبناء عمومته، يا ترى المنصور هل مثلا ترك الإمام هل أحاول أن مثلا في هذه الفترة من أشد الفترات كانت على أهل البيت جميعا، أخذ آل الحسن. نعم. وضيق على آل الحسين ضيقا كبيرا، هذا كله كان بعد ثورة الحسنيين. نعم. اللي كانت عبارة عن ثورة محمد في المدينة. نعم. وثورة إبراهيم التي انطلقت من البصرة. نعم. وكان من الممكن أن يقضي على أبي جعفر المنصور، لكن نبل ذلك الرجل نبل إبراهيم بن. نعم. عبد الله وشخصيته ودينه منعه من أن يدخل إلى الكوفة كما هو معروف، يعني في على أعتاب الكوفة، كان على أعتاب الكوفة وفر جيش أبي جعفر. أبي جعفر. نعم. وقيل له ادخل، إن دخلت الكوفة فالأمر لك، وتقول الرواية هيئ أبو جعفر المنصور دوابه للفرار. إنه يقول أين قول جعفر بن محمد الصادق؟ ألم يقل أن هذا الأمر يبقى في هؤلاء حتى تتولاه الصبيان والجواري؟ يعني أنا كان معتقد بقول الإمام. نعم. نعم. كان معتقد الإمام، كان دائما يصرح بذلك. نعم. يتولى هؤلاء حتى تتولاه الصبيان منه. نعم. فأعد الدواب لأجل أن يفر، لأن جيش إبراهيم أوشك على الدخول. نعم. ولكن كان المنصور إبراهيم أن يدخل، يعني كان المنصور أنذاك كان في الكوفة، يعني نعم في الكوفة. نعم. في الكوفة أبى أن يدخل. لماذا أبى أن يدخل؟ قال أتروع امرأة؟ يعني أتطأ الخيل طفلا؟ قالوا بلى. قال إذا لا أدخل، نحن لا نستعين بالجور، هذا جور وظلم على الناس، القتال لابد أن يكون خارج المدن. نعم. في ساحات المعارك في تلك الفترة، وبقى يقاتل خارج المدينة إلى أن جاءه سهم وقتله. نعم. رضوان الله عليه خارج الكوفة. يعني المنصور لم يعتبر بهذه المواقف أو هذه الأخلاقيات التي كانت عند العلويين. إذا هذا التفاوت بيننا فكل إناه الذي فيه ينضح. أحسنت سمع سيدنا، أخذ فاصل ونكمل الحديث إن شاء الله. سادتي المشاهدين، ما زال الحديث معكم متواصل، ولكن بعد هذه الوقفة القصيرة التي تكون إن شاء الله وقفة مع دور الإمام سلام الله عليه وتأسيس الشيعة وكيف سميت الشيعة باسمه، انتظرونا بعد هذه الوقفة القصيرة. يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لآه في البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم. ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي. يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرف أجمل النغم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم. ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة،
ملوكها الآل والأحباب كالحشام. يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم. فمدحهم شرف عالي لمادحهم، فمدحهم شرف عالي لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم. أهلا بكم سادة المشاهدين، أحييكم في هذا القسم الأخير من هذه الحلقة الخاصة بالإمام الصادق سلام الله عليه، كما أحيي من جديد سماحة السيد جاسم الناجح، حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، هناك يعني في شخصية الإمام الصادق سلام الله عليه وقفات كثيرة يعني، وربما لا تسع حلقة أو حلقات يعني، لنتناول جانب الإنسان عند الإمام الصادق سلام الله عليه. كيف تعامل مع الناس؟ كيف كان يتعامل مع المعوزين، مع الذين كانوا يأتونه؟ لنسلط الضوء على هذه الزاوية. دار الإمام الصادق دار معروفة، وبقت آثارها موجودة إلى زمن قريب، إلى أن شملت هذه التوسعة دار الإمام الصادق في السنوات الأخيرة. دار كان يقصدها من يطلب العلم ومن كانت له حاجة، وكان الإمام يستقبل الجميع بذلك الوجه الباسم سلام الله عليه، وبتلك الروح العظيمة التي يحملها بين جنبيه، التي هي بالواقع روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الجميع عندما يأتي للإمام الصادق لا يخرج منه إلا وقد انزرع حب الإمام الصادق في قلب القاصد وفي قلب القادم إليه. فذلك كان له أثر كبير في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. المواقف الإنسانية الجميلة التي تذكر عنه، روحي له الفداء، أنه أصابت المدينة مجاعة. وكانت المجاعة عظيمة، والإمام كان قد اشترى قبل أن تقع المجاعة الكثير من البر، من القمح. واستدعى مولاه الذي كان يتولى أمر مخزن الإمام سلام الله عليه، فسأله عندنا من الطعام شيء؟ فقالوا عندنا من القيم البر الشيء الكثير، باعتبار نحن اشترينا المؤنة قبل أن يقع الغلاء وقبل أن يحصل ما يحصل في المدينة المنورة. ماذا فعل الإمام سلام الله عليه؟ أمره بأن يبيع نصف من البر ويشتري به شعيرا حتى يأكل كما يأكل الناس. إذن المواساة تجسدت في حياته. فكان أمر أهل بيته أن يخلطوا الشعير مع البر ويطحنوه ويأكلون كما يأكل الناس، ولا يريد أن يتفضل على الناس. وفي رواية أخرى أمر بأن ينزل ما عندهم في المخازن ويباع، ويشتري حاله حال الناس يوما بيوم، ولا يتفرق عن بقية الناس من البقراء والمساكين والمحتاجين الذين لا يستطيعون أن يشتري. إذن سمعت سيد، ربما هذه الأخلاق وهذه التصرفات التي جلبت أنظار الناس مما لا شك فيه، يعني الالتفاف حول الإمام سلام الله عليه، يعني ليس كان اعتباطيا، مما لا شك فيه. هكذا مواقف تؤثر هذا الأثر الكبير. بل أزيده، اتفق المؤرخون أن الناس، أن الكثير من فقراء المدينة كان يأتيهم رزقهم في الليل، الدراهم والطعام والخبز، وما كانوا يعرفون من الذي كان يأتيهم بذلك. كان الإمام إذا جن عليه الليل، روحي له الفداء، يحمل ذلك المتاع، يحمل جرابة فيه الدراهم وفيه الدنانير، ويطرق الأبواب أو يضعها على الأبواب ويرجع. فما عرف الناس أن الذي كان يطعمهم ويكسوهم هذه المدة جعفر بن محمد الصادق
إلا بعد أن مات وفقدوا ذلك. فقدوا ذلك سبحان الله. هذا ذكرنا سماحة السيد حتى بجده الإمام السجاد سلام الله عليه. وهكذا كان الإمام السجاد سلام الله عليه. إذا نور على نور، أو أن هذه السلسلة أنه شجرة مباركة. مباركة أصلها ثابت وفرعها تأكلها. سماحة السيد، وبالنسبة للفقراء الذين يأتونه، يعني كما تعلم أو كما ذكرتم أن المنصور الدوانقي من ضمن المضايقات التي ضيق بها على الإمام الصادق عليه السلام، ربما حتى منع بعض الناس الذين يوصلون له الحقوق. كيف كان يعطي؟ كان يعني مجموعة من الجواسيس الذين يراقبون الإمام سلام الله عليه، خصوصا في الفترة الأخيرة، واستدعي الإمام وفي إحدى المرات قال له أن الناس قد اتخذوك إماما وقد جبوا إليك زكوات أموالهم. يعني أوصلت العيون إليها هذه، أوصلت هذا الخبر إلى وماذا كان بالنتيجة؟ الإمام سلام الله عليه حاول أن يخفف من هذه الوطأة أو يقرأ بعض الأدعية التي وقعت إليه من آبائه الطيبين. مثلا في أحد المرات قرأ هذا الدعاء المنسوب إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: يا عدتي في كربتي ويا ولي في شدتي، أنت الفارج همي وكربتي. دعاء يذكره ابن طاووس في الإقبال. هناك في كيفية أن الإمام كان دائما يستخدم هذه الأدعية، يدعو بقلب متوجه إلى الله جل وعلا. وكان الله جل وعلا يمن بإعجاز على إمامنا الصادق فينجو من غائلة ومن غوائل ذلك الرجل الذي كان يريد قتل الإمام، لا لشيء إلا لأن الإمام كان له موضع عظيم في قلوب الناس. أحسنتم سمعت السيد. حتى لا يأخذنا الوقت، ربما هناك مسألة وطرحت حتى في الآونة الأخيرة على الفضائيات، والبعض يتكلم أنه لماذا تسمى الشيعة بالجعفرية؟ يعني هذه التسمية لماذا لا تسمى مثلا بالباقرية أو السجادية، والحال أننا كلنا يعني نعتقد بإمامة الأئمة سلام الله عليهم؟ أولا أنه الجعفرية، وكيف تعامل الإمام الصادق عليه السلام مع شيعته؟ ماذا أراد لهم؟ كيف أراد أن يعني أنه كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا؟ تفضل سمح السيد. لا شك ولا ريب أن هناك عندنا بعض الروايات التي وردت عن لسان الإمام سلام الله عليه في نسبة الشيعة إليه، يعني كأنما هو أراد منا هذا. عندنا رواية هذه القضية أنه شيعة جعفر. أحسن. حتى يقال رحم الله جعفر لقد أدب الشيعة شيعته. هذه القضية واردة. أن الإمام يضيف الشيعة إلى نفسه، لكن سبب الإضافة ما هو؟ سبب الإضافة، نحن نعرف أن الإمام مدة إمامته 34 سنة. ليس بالقليل، مدة طويلة في حقيقة الأمر. إضافة إلى ذلك الظروف التي عاشها ظروف كانت مآتية لأن ينشر فكر أهل البيت سلام الله عليه، وفعلا استطاع أن ينشر. الأمة لا تتقوم بالحكومة السياسية. الذي يقوم الحكومة هو الجانب الفكري، الجانب العقائدي، جانب الفقه، جانب الأحكام، جانب الأخلاق. والإمام سلام الله عليه استطاع أن يربي أكثر من 4000 طالب. ليس بالشيء القليل، كما ذكر ذلك ابن عقدة وهو من الزيدية، متوفي سنة 333. ذكر أن الإمام الصادق 4000 طالب وذكرهم بأسمائه، وأيده على ذلك المحقق الحلي نجم الدين في كتابه المعتبر، وكذلك أيده الشيخ المفيد رحمة الله عليه، حيث ذكر ذلك في الإرشاد. وهناك الجميع يؤيد أنه ظهر من الإمام العلم الكثير. 4000 طالب، بحيث يعبر بعض المحققين يقول: ألقت الأمصار بفلذات أكبادها إلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهما حتى يعلمهم الفقه، حتى يعلمهم أحكام جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث الله. الله نعم. سلوني قبل أن تفقدوني، كان يقولها كما كان يقولها جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا استطاع أن يؤسس أمة لها فكرها الخاص. قامت هناك بعض الدول التي تنتسب إلى الشيعة، لكنها تمت بالجانب السياسي ولم تهتم بالجانب الفكري. وعندما لم تهتم بالجانب الفكري، بمجرد أن سقطت الدولة سياسيا لم يبقى لهم ولم يبقى لهم ذكر، وانتهت قضيتهم. دولة الأدارسة دولة شيعية. في المغرب إلى إدريس بن عبد الله بن الإمام الحسن بن الحسن الصبط.
ولكنها بمجرد أن انتهت هذه الدولة انتهى كل شيء، لم يبقى لها فكر. ولكن الزيدية بقيت الذين ينتسبون إلى زيد، باعتبار أن هناك من تولى فكرهم، مع العلم لم يكن ذلك الفكر فكرا تاما، أخذوا من المدارس الأخرى. يعني آمن كيف؟ فكيف نعم. مدرسة أهل البيت التي أسس الإمام الصادق، وهي مدرسة مستقلة فكريا، نعم، مدرسة ثرة، مدرسة فيها من العلم ما يكفيها. أن تتصور أن روايات الشيعة ما يقارب 70,000 رواية، أكثر من 60% منها وردت عن الإمام الصادق سلام الله. إذن كم هو تأسيس لهذا المذهب العظيم و... أما أحكام الفقهية على وجه الخصوص الفقه 80% من أحكام الفقهية وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه. نعم. فإذن مما لا شك فيه، إذا كانت أحكامك من الإمام الصادق، عقائدك أخذتها من الإمام الصادق سلام الله، أخلاقك رواياتها من الإمام الصادق، أنت كل وجودك عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فينسبونك لمن؟ تنسب إلى الإمام الصادق، مسألة جدا طبيعية. وإن كانت هذه النسبة متأخرة، يعني لم تكن على عهد الدولة الصفوية، يعني سموا بالجعفرية ولا كانت بالإمامية يسمى مثلا؟ نعم بالإمامية يسمى، يعني إمامية، وكانوا في مقابلها مثلا الزيدية في قبل الإسلام. أن الشاه الصفوي في حينه رأى أنه المذاهب نشأت في تلك الفترة، أبو حنيفة كان معاصرا للإمام وفي بعد الإمام بسنتين، نعم، وكذلك مالك قبله وفي بعد الإمام هم أيضا بمدة، نعم، تقريبا بعشر سنين أو أقل، وجاء بعد ذلك الشافعي، ثم ماذا؟ الحنبلي، نعم. وهؤلاء يعني في ضمن هذه 100 سنة التي، نعم، جاءوا. فقال لنقول بما أنه الإمام في نفس العصر لنقول أنها جعفرية، جعفرية، نعم، أحسن. وإلا لا فرق بين جعفر بن محمد الصادق وبين أمير بكر وبين ولده الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليهم، نعم، أجمعين. أحسنتم من سمع السيد. ماذا أراد الإمام سلام الله عليه من شيعته حينما رباهم، وحينما أراد أن هذا الكم الهائل من الشيعة، ما هي الصفات التي ينبغي للشيعة التي يتصف بها حتى يكون زينا للإمام سلام الله عليه، أو ما أراده الإمام منه؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يعبر عن الشيعة بأنهم أيتام آل محمد بهذا التعبير الجميل الطريف، نعم، وينقل أن أباه الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأمه أم فروة، نعم، إني أستغفر لمذنبي شيعتي في اليوم 1,000 مرة. عظيم. تصور هذا الاهتمام بالشيعة. نعم. يستغفر لهم لمذنبي لا لصالحي. لا وإنما لمذنبي الشيعة. والإمام الصادق يعبر عنهم بأنهم أيتام. ولكن كيف يتعامل معهم الأيتام؟ أول، نعم، شيء فعله الإمام الصادق الشيعة أنه ربى لهم العلماء. نعم. لا يوجد مسلم من الأمصار إلا وفي عالم. حريز السجستاني، أحسن، من السجستان، من السجستان، محمد الثقفي، الثقفي من الطائف، نعم، زرارة ابن أعين، حمران ابن أعين، محمد ابن نعمان الأحول، هشام ابن سالم، هشام ابن الحكم، أبان ابن تغلب، هذه الشخصيات، هذه الشخصيات العظيمة التي عبارة عن علماء ربى لهم العلماء، بحيث أن من ينتمي إلى مدرسة الإمام الصادق لا يحتاج إلى أن يكتب للإمام الصادق في مسألة ما، بل يرجع للعالم الذي يوجد في منطقة، موجود في منطقتنا، والعالم في المنطقة حياة لها أيها الأخ المؤمن، المعالم، نعم، العامل الجاد المجتهد الذي هدفه أن يوصل الناس إلى الله جل وعلا، نعم، يحيي العالم حياة لنفسه وحياة لنفوس الآخرين، نعم. فإذا رتب لهم مراجع، ارجعوا إلى رواتي حديثنا، بل حتى، نعم، في القضاء عندما تقع منازعات لا تحتاجون أنتم أن ترجعوا إلى قضاة الجور، نعم، أو قضاة السلطان الجور ليحكم بينكم ماذا؟ من روى حديثنا، نعم، أحسنت. فكان الإمام يرجعهم إلى هؤلاء، وهذه مرجعية فكرية قبل أن تكون مرجعية عملية، أحسنت. مرجعية فكرية هذه يرجعهم فكريا، هذا جانب مهم، نعم. الجانب الآخر أن الإمام حث جميع شباب الشيعة على طلب العلم، يعني هناك لا أرضى لأحدكم، نعم، إلا أن يكون عالما يخاطب الشباب وليس الكبار، الكبار، نعم، لا أرضى إلا أن يكون عالما أو غاديا في طريق العلم، نعم. والروايات التي وردت عن الإمام الصادق في قضية طلب العلم روايات نقول فيها أنها متواترة قليل،
طيب يعني هذا إذا حث كبير من قبل الإمام سلام الله جدا بارك. كبير وهذا سبعة سيد فقط الإسلام دين العلم فقط العلم الذي يختص بالأمور الفقهية الإمام الصادق سلام الله عليه لم يكتفي بعلم الأبدان بل شمل علم الأديان شمل علم الأبدان جابر بن حيان المعروف هذا الطرطوسي الكيميائي المعروف مؤسس علم الكيمياء كانت تلميذا عند الإمام الصادق يعني كانت مدرسة الإمام الصادق لم تقتصر على الفقه لوحده تصور أنت الإمام الصادق سلام الله عليه يعلم جابر بن عبد الله جابر بن حيان الطرطوسي ماذا يعلمه أو التوحيد كما يعبرون يعلمه كيفية تركيب الماء الذهبي الذي يذيب الذهب ولا يوجد سائل آخر يذيب الذهب إلا هذا الماء الذهبي أنا التقيت بأحد الطلبة الذي يدرس في جامعة لوند وهي من أكبر الجامعات العالمية جامعة معروفة في السويد كان يدرس علم الفيزياء هنا علم الفيزياء الظاهر النووي أو الذري اختصاص بهذا الشكل يعني يقول أنا سألت أستاذي وكان بروفيسور في اختصاصه عن قضية الماء الملكي الذي يذيب الذهب هذا الذي أعطى هذه الوصفة كيف أمكن أن يعطيه؟ قال لا بد من أن يعرف العدد الذري والتركيب الأساسي للذهب التركيب الذري للذهب حتى يستطيع أن ماذا أن يعطي هذه الوصفة تذيب الذهب فكان الإمام سلام الله عليه نحن لم نستطع أن نصل إلى هذا التركيب حقيقة التركيب الموجود في الذهب إلى الآن لم نستطع فقال له أن إمامنا قبل 1400 سنة أعطى هذه الوصفة لأحد تلاميذه وهو جابر بن حيان كيف ذاك لأنه متصل بالله جل وعلا أحسنتم سماحة السيد شكرا لكم هذا الجانب العلمي ولا جوانب أخرى ولكن الإخوة يشيرون إلى انتهاء الوقت شكرا لكم سماحة السيد على هذه الوقفات الجميلة في حياة الإمام الصادق وقلنا أن هذا الحلقة بصراحة هذه الحلقة لا يمكن أن تسع لي تحتاج إلى حلقة شكرا لكم سماحة السيد سادتي المشاهدين انتهى الوقت ولا يسعنا في آخره إلا أن نشكر لكم حسن المشاهدة وطيب الاستماع على أمل لقاء بكم في حلقات أخرى ضمن هذه المناسبات العظيمة التي تخص أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم سماحة السيد